بالحقيقة هذا الرجل يعني مبتلى بمجموعة من الجهلة والمنشقين الذين يحاولون أن يؤلهون هذا الرجل ويجعلونه الإمام المهدي. نعم طبعا هو لديه خصوم من كل الجوانب، الآن أصبحت لديه خصوم عقائديين، ولديه المعروف خصوم سياسة معروفين أيضا، ولا يعني ويوجد هنالك احتمال بأن هنالك علاقة ما بين الخصوم السياسيين والخصوم العقائديين. بالحقيقة ممكن أن يكون هنالك دفع من الخصوم السياسي لهذه المجاميع لأن تشوش المظهر أو تشوش يعني الظروف المحيطة بالسيد مقتدى الصدر، ما يجعله لاهيا لصد هؤلاء عن المسألة الكبرى اللي هو يقودها، وهي مسألة محاربة الفاسدين، واللي هو الآن نحن نعتقد أنه في استراحة، يعني هو فرضها واختارها نعم استراحة، ومن ثم سيعود من جديد لمحاربة هؤلاء اللي هم خصومه التقليديين. طيب، كيف استشعر الصدر خطر التصعيد مع خصومه؟ الرجل على ما يبدو مستعد للمواجهة؟ مثل ما ذكرت لك في كلامي السابق انه السيد الصدر هو لم يستشعر، هو لديه يقين بان هنالك دفع من فاسدي السياسه واصحاب السياسه لهذه المجاميع. هسه هذه المجاميع هي تلقائيه مثلا، ظهرت منذ وقت بعيد، الان تم اعادتها بسيناريو جديد، وهذا السيناريو الاحتمال الأكبر أن هنالك دفع من الخصوم السياسيين. الرجل مستعد للمواجهة في كل لحظة. الآن أنصار السيد مقتدى الصدر مستعدون لكلمة واحدة للسيد الصدر، بأن يعني على سبيل المثال أن يهزوا المنطقة الخضراء بمظاهرات عارمة وكبيرة. السيد مقتدى الصدر لديه من الجماهير ثابتة واللي يتحركها كلمة واحدة من عنده، وهو مستعد للمواجهة في كل لحظة مثل ما ذكرت.